يعني خلونا ابتدي من دكتور ابو عمر، عاوز اعرف من حضرتك يعني اهداف المؤتمر اللي بينطلق السنه دي واهم المحاور اللي بيرتكز عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بدايه بشكر حضرتك استاذ احمد واستاذ بسنت على الاستضافه الكريمه دي والقاء الضوء على هذا المحفل الدولي المؤتمر رقم 32 لوزارة الأوقاف، وبشكر سادة الضيوف الكرام فضيلة الشيخ محمد خاطر وفضيلة الأستاذ عبد الصمد اليزيدي، وهم يعني ممثلي الوفود اللي قدمت لنا في هذا المؤتمر. وطبعا كل الشكر والتقدير بلسان وزارة الأوقاف وكل العاملين بوزارة الأوقاف لفخامة الرئيس على رعايته لهذا المؤتمر. الحقيقة رعاية سيادة الرئيس لهذا المؤتمر ادت دعم كبير لنا، لان صحيح. يعني وجهة عظيمة واهتمام كبير وبالغ من سيادة الرئيس بكل ما يعني ما يخص امر الدعوة وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف، وده الحقيقة بيدينا في وزارة الأوقاف ولكل مؤسسات الدولة الدينية اللي بتلقى هذا الدعم بيدينا قوة ودافع كبير على ان احنا نستمر في هذه المواجهة القوية. وبتؤكد ايضا اهتمام الدولة بفكرة المواطنة وكل ما له علاقة بالسلام بشكل عام. حقيقي حضرتك ذكرت عنوان المؤتمر عقد المواطنة واثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. احنا رسالتنا رسالة السلام ودعوتنا دعوة السلام، والاسلام هو دين السلام. علشان تحقق السلام ده لابد في مقومات كثيرة، من اهم هذه المقومات الايمان بالدولة الوطنية، الدولة القائمة على الحقوق والواجبات، الدولة التي لا تمييز فيها بين إنسان وآخر، لا تمييز فيها على أساس من العرق أو اللون أو الجنس أو الديانة. وهذا ما رسخ له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة، ويعني قام بعقد وثيقة المدينة بين جميع الأطياف المختلفة في المدينة، وكان الهدف من خلالها حماية الوطن، حماية المدينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين مع غيرهم أمة، أمة في ماذا؟ قوة ومكانة وكيان للدفاع عن أرض الوطن. إحنا ابتلينا في فترة من الفترات بخطاب ديني أحادي متشدد لا يعرف قيمة الوطن ولا ينظر إلى الوطن على أنه كيان يحمل الدين، لأن الإنسان بدون وطن لا يتمكن من أداء العبادة ولا يتمكن من أداء الطاعة ولا يأمن على المقاصد التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها. الشريعة جاءت للحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى الدين وعلى المال وعلى العقل وعلى الوطن. طيب. إذا كان الإنسان بدون وطن لا يستطيع أن يحمي عرضه ولا يستطيع أن يقيم العبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها ولا يستطيع إعمار الأرض، لأن احنا هدف من أهداف خلق الإنسان قول الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. من أجل ذلك كان هذا الموضوع موضوع المواطنة. احنا كنا بنتكلم أنا والأستاذ عبد الصمد قبل اللقاء بنتناقش في مصطلح المواطنة، يعني ترجمته بالألمانية برجشفت. بيقول لي أن المصطلح ده هناك ما يديش نفس السعة والمعاني. بس كنت عاوز اسال حضرتك في ده، مفهوم المواطنه ثابت في جميع الدول؟ يعني هنا في فرق اهو، حضرتك بتقول عن مصر في المانيا هو ما بيديش نفس البعد. هو نفس السؤال اللي انا سالته اللي انت بتساله حضرتك ده. قلت له يعني كلمه الوطن الاحساس بيها بره، يعني احنا سافرنا اوروبا وشفنا، لكن اللي مقيم هناك اقامه بقاله سنين طويله يقدر يكلمنا اكتر. فبقول له معنى المواطنه عندنا زي ما حضرتك قلت، المحاور اللي احنا بنتكلم فيها مش بس قصة المواطنة الناس تفهمها ان دين مختلف مع دين يعيشوا كويسين مع بعض، هي مش قصة كده. مفهوم المواطنة اوسع، مفهوم المواطنة ان انا كمواطن اكون اتمتع بكل الحقوق، اقوم بكل الواجبات اللي عليا بغض النظر بقى عن جنسي، حتى راجل او امرأة. من ضمن المحاور مكانة المرأة في الدولة الوطنية.